حالة من الجدل سببتها شركة أفلام ديزني بعرض مشاهد تروج لفيلمها الجديد لايتير، حيث أصدرت 14 دولة قراراً بمنع عرض الفيلم بسبب مشهد تقوم فيه شخصية نسائية بتقبيل شركتها، كما يتضمن مشهد لقبلة عابرة بينهما. ووصف نجوم الفيلم هذا القرار بأنه مخيب للآمال، وفجرت ديزني مفاجأة صادمة لمتابعيها بأنها لن تزيل المشاهد من الفيلم. وقال المتحدث الرسمي للشركة: ديزني ترفض إجراء تعديلات في المشاهد تتعارض مع سير الأحداث. وكان المشهد المثير للجدل استبعد من الفيلم في السابق، لكنه أعيد بعد احتجاج موظفي الشركة المنتجة بيكسر على استجابة ديزني لقانون فلوريدا، وهو تشريع أطلق عليه المعارضون اسم قانون لا تقل مثليا. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم حظر أفلام لديزني، حيث منع فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness من العرض بسبب تضمنه لتلميحات مثلية.